ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أخوات وأحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا كلها، محبين ومتابعين وصفات رهيبة مع رشا. ازيكم يا أمراتي؟ يا رب دايما بخير وبصحة وهنا. بوسات 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 من هنا لكل آخر الدنيا. ألف تحية لكل الناس اللي انضمت للقناة جديد، نورتوا قناتي يا أمراتي. استكمالا لسلسلة ان احنا نهتم بنفسنا وكيف تصبحين مزة وكيف تصبحين احلى مزة على المجرة، النهاردة هنعمل تاتو الشفايف. كنت عملت لكم تنت للمورد للخدود وللشفايف، وكانت حاجة كده قمر، عملناه بطريقتين على القناة والاتنين اجمل من بعض. الطلب مني بقى يا رشا، لا احنا عايزين اللي هو التاتو اللي هو الروج اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو زي بيل اوف ميك اب كده اللي انت تحطيه وتقشريه. تمام؟ لا يا لوجي مش وقتك خالص. انك انت تحطيه كده وتقشريه ده ده طب هروح اولع فلوس وارجع لكم ولا ايه؟ مش فاهم. لا كده كده كتير، اروح انيمها ولا احطها في حته وارجع لكم؟ ورجعت لكم تاني يا اماراتي، ربنا يهديها يا رب، حد ياخد لوجي ويديني ازازه شامبو هديه. هنعمل بقى النهاردة حبايب قلبي اللي هو زي ما قلت لكم كده تاتو الشفايف. ده بيبقى من الحاجات اللطيفة جدا اللي اللون بيفضل ثابت في شفايفك يعني لمدة كذا يوم، وبيبقى لطيف جدا كده للشفايف. بتحطيه وبتقشريه، بس طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض اي حاجة هنعملها للشفايف لازم الاول تعملي تقشير للشفايف بتاعتك. ازاي التقشير بنعمله؟ عن طريق ان احنا بنجيب معلقة من السكر ونحط عليها معلقة من جوز الهند او معلقة من زيت جوز الهند يعني، او معلقة من زيت الزيتون، معلقة من الفازلين، او تحطي معلقه من الجليسرين. هتقعدي تفركي بحركات دائريه كده على شفايفك، تنزلي كل الجلد الميت، هتلاقيها ادت زي لون وردي حلو كده. يبقى انت كده نضفتي الشفايف بتاعتك، عشان ما ينفعش اعمل تاتو او تنت او اي حاجه للشفايف ويكون عندي زي جلد ميت او حاجات متقشره على الشفايف. اول ما تجهزي الشفايف بتاعتك يا حبيبتي هتدخلي بقى في المكونات بتاعتنا. اول حاجه عاوزينها النهارده وهي الجيلاتين. ده بيتجاب، هاتي لي يا جودي الميه، ده بيتجاب من عند اي عطار. تمام؟ هاتي بتلاتة جنيه، هاتي بتلاتة جنيه، هاتي بخمسة جنيه، اللي يعجبك. ما تركزوش بقى مع صوت لوجي عشان مش عارفة اسربها الصراحة. هحط منه معلقة كده صغيرة او نص معلقة صغيرة، ما فيش مشكلة يعني. بصي هي زي معلقة ممسوحة، بس اللي هو في العموم يعني مقدار الجيلاتين هو نفسه مقدار المية. ثواني يا جوجو، ادي كده بسم الله، اوعي ايدك. في ناس بتاخد الخليط اللي احنا عاملينه ده وبتروح حاطاه في الميكرويف. امسكي كده شوشو بسرعه، اوعي تتحرقي. في ناس بقى بتروح رفع الخليط دوت في الميكرويف، شويه الميه اللي انا حطاهم دول ميه سخنه، يعني انا عاوزه ابصه افضل اقلبه كده لحد لما يبقى معايا شبه قوام العسل كده. تمام؟ لا اما بتحطيه على حمام بخار او بترفعيه على حمام مريم، رغم ان هو مش محتاج، انت شايفاه ما شاء الله معانا هو عمل بسهوله مش محتاج. تمام. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هتحطي لي حبيبه قلبي سنه من اي لون عندك، عندك الوان غذائيه اوكي. بصي يا قلبي معذره عشان التصوير فصل. لو كده احنا قلبناه اهوت، حطينا كوبايه الميه وحطينا معلقه الميه ومعلقه الجيلاتين، وهنا دوت معايا لون. عايزه تحطي دم غزال مفيش مشكله، بس يا رشا دم غزال وهيبقى على شفايفنا حبيبه قلبي هو مجرد ما هيطبع معاكي اللون وبعد كده هتشطفي شفايفك هتلاقيها برضو باللون الاحمر. انا ما بحبش بقى لما انت تكوني مثلا عامله زي فازلين كده وتحطي عليه دم غزال، ده بيفضل على شفايفك لو جيتي كلتي حاجه ممكن يدخل بقك. غالبا دم الغزال ده عندكم في الدول العربيه اسمه زي العقر الفاسي حاجه زي كده، صح النطق بتاعها صح؟ تمام كده. بصي الجمال، طبعا بقى انت عاوزه تقلي اللون تخففي اللون دوت حسب ما انت عاوزه. هترفعيه على شفايفك بالمنظر ده كده مثلا. تمام،
لحد لما ينشف خالص معاكي، وبعد كده هتقشريه. عايزه الدرجه تزيد او تنقص طبعا دوت بيرجع ليكي، يعني عايزه الدرجه تبقى اغمق او افتح ده بيرجع ليكي، بتقلي اللون او بتخففي اللون. هتنيكي سايباه، بس بليز ما تتكلميش وانت حطاه عشان ما زي ما يعملكيش تشققات او يدخل في بقك. تتنيكي كده قافله بقك 10 دقائق او ربع ساعه، اول ما ينشف خالص هتروحي مقشراه. تمام كده، تمام كده. ايه تاني عندك؟ الوان غذائيه جل ممكن تحطي، مفيش مشكله. هي الميزه في دم الغزال هنا ان هو هيثبت اكتر. دم الغزال هنا مفيش منه خوف، لانه مش هحطه على فازلين فهيفضل موجود اثره على بقي. مجرد ما هينشف واقشره هيعتبر كانه لم يكن. هيفضل بقى بتاكلي تنزلي تطلعي يوم اتنين هتلاقي شفايفك كده مديه لون قمر كده، كل اللي هيشوفك هيقول لك شفايفك اموره كده. من ايه؟ هتقولي له ايه بقى؟ وصفات رهيبه معرفش. بص كده يا قلبي، هسيبه بقى ربع ساعة لحد لما ينشف تماما، وبعد كده لونه عامل ازاي. ورجعت لكم تاني يا اماراتي بعد ما عدى ربع ساعة وقشرته وغسلته بالمية برضو عشان تشوفوا شكله. عايز اقول لكم من الحاجات القمر جدا اللي بتثبت جامد، يعني بصي ايدي هنا متخيلة، مش عارفة باينة قدامكم بقى، باينة باينة. حطيت لي نوناتي، حتى العيال اللي مولودة ما عتقتهاش. حطيت لي الولد وحطيت لي البنت وكله. كل ما الاقي حد ماشي قدامي بحط له. جميل جدا بيثبت. ايدي هي حتى شكلها بعد ما اتغسل ينفع مورد خدود منتهى الاموره. وادي هنا اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، بصي جميل ازاي. طبعا بقى انت عاوزه تخففي او تتقلي زي ما قلت لك، دي في ايدك. يعني حتى بصي لو همسح لك بمنديل اهو، بصي ما بيطلعش فيه مهما تتكي او مهما تعملي، ما بيطلعش. تاكلي تشربي تنزلي تطلعي هتلاقي اللون بتاعه ثابت رغم ان اتغسل بميه، واهو ولا اي اندهاش. حلو قوي، جربيه. اللون هنا مثلا لا شايفاه تقيل، انا الصراحه دي النتيجه دي عجباني جدا ومرضيه قوي. انت عاوزه تخففي هتقللي اللون شويه، عايزه تقلي اغمق من كده يبقى مبيتي مثلا زودي اللون شويه. ده في ايدك وده في ايدك، دلعي نفسك. سيبيكي بقى من الصابون واخره الصابون وخليكي موزه شويه، بجد هيخلي شفايفك حاجه زي القمر كده. اهم حاجه لما انت بس تيجي تشديها نور عيني زي ما قلت لك، تشديه بالراحه عشان ما تعوريش الشفه بتاعتك. تشدي بالراحه كده، هتسيبيه ربع ساعه ما تتكلميش. كل ما اتكلمتي هيدخل تلاقيه دخل زي بقك كده وضايقك، ما تتكلميش خالص الربع ساعه دي، وقشريه بالراحه هتلاقيه بقى معاكي حلو جدا. جربيها هيعجبك جدا، نتيجه الصراحه هايله. حبايبي اللي انضموا للقناه جديد، كنت قلت لكم قبل كده معلش بعيد، لاني كل يوم بيدخل ما شاء الله حدود عدد كبير جدا للقناه فلازم اعرفهم. عاملين قوائم تشغيل او ملفات على القناه يا اماراتي، ملف فيه كل منتجات الصيدليه الرخيصه جدا، حاجات ب5 و6 جنيه وحاجات كده رهيبه للشعر وللبشره.